السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. نحن كما ندرك ونعرف جميعا نعيش في العالم، أي نعيش في التاريخ في العيان في الشهادة، ولسنا نعيش في كون آخر. كل معنى إنما هو معنى متعلق بوجود تاريخي عيني محدد، معنى مرتبط بتاريخ معين أو سياق زمني محدد، وهو نتاج سلسلة هائلة من الأحداث الزمنية والتاريخية. طبعا هذا المعنى دائما الذي نحن عليه هو منسوب لهذه السلسلة الطويلة من الأحداث، وهو محمول عليها بل مستند إليها، ونحن ضمنه أو مجرد ناقلين له. هذا الأمر بأكمله يشتمل يؤدي إلى أن وجودنا بأكمله يشتمل على موقفنا وموقعنا، وعلى أدوات في متناول أيدينا نتناول بها العالم ونفصح عنه، وأيضا وهذا الأهم نفصح عن فهمنا المسبق للعالم. أهلا بكم أصدقائي، وحلقة جديدة من أوهام الدين والفلسفة، وهذه الحلقة ستكون عن فهم الفهم ومحاولاتنا للخروج من كوننا كائنات منحازة بالفطرة، فكونوا معي. كما قلت نحن كائنات منحازة بالفطرة، هكذا يعمل دماغنا، ولهذا تطور هذا الدماغ لهذه الأسباب. الحل للخروج من أزمة تحيزنا الفطري كما قلت هو في الوقوف على الحياد، وهذا طبعا أيضا حل غير ناجح. والسبب لماذا؟ السبب أن نحن نفترض أننا نقف على الحياد بين الأطراف المتخاصمة، لكن السؤال المهم كيف نقف على الحياد؟ هذا أنا أو كثيرون لا يستطيعون إدراك بأن هذا أمر غير ممكن، لأننا حتى لو وقفنا في مستوى واحد بين الأطراف المتصارعة فهذا لا يعني أننا أصبحنا محايدين، بالعكس نحن بقينا جزءا من المشهد شئنا أم أبينا. نحن نعيش في عالم مشترك، فبالتالي نحن لا نستطيع أن نكون غير منحازين. الأحداث هي التي تجعلنا ننحاز أو لا ننحاز، وأيضا ما سأوضحه لاحقا. بالتالي فأن قولنا بأننا منحازون هو أما أن يكون مجرد عبارة عن كذب أو وهم، أو تعبير عن حيرة وتردد في اتخاذ موقف مباشر، وهو في أفضل الأحوال هدنة مؤقتة قبل اتخاذ أي قرار. معنى هذا أن الموضوعية مستحيلة داخل النسق الانحيازي، إذا صح التسمية، النسق الانحيازي الذي يجعلنا يعني يجعلنا نقف ضمن هذا النسق محاولين أن ننقذ أنفسنا من التيارات المتصارعة، ولكن هذا أمر مستحيل لأننا موجودون ضمنه شئنا أم أبينا. يعني بالنسق الانحيازي هو تناطح المواقف والأفكار في فضاء حيوي واحد. الحيادية علميا لا يمكن أن يتم تناولها بهذه الطريقة، يعني ممكن يقول لك أنا أتحدث بطريقة موضوعية وعلمية، لكن هاي الطريقة اللي يتحدثون بها عن الحيادية هذه لا يمكن أن تكون ناجحة، لأن من يدعي أنه حيادي أو صاحب هذا الادعاء بأنه حيادي، هذا يحكم بحياديته وفقا لماذا؟ وفقا لمنهجه أو أسلوبه في التفكير، وهذا النهج أو النهج بحد ذاته غير موضوعي، وفي الحد الأدنى هو نهج معتاد عليه الشخص، ولكن لا يمكن أن نعتبره منهجا علميا منضبطا. هناك فرق بين النهج والمنهج. النهج الذي شيء الذي تعودت عليه، لكن ليس بالضرورة أن حياديتك
ستنبع من هذا النهج. لابد أن يكون هناك معيار أو مقياس أو منهج مختلف عن النهج الذي تعودت عليه، ولكن هذا النهج المنهج الجديد يجب أن يكون منهج علمي منضبط وتحدد فيه آليات الفهم والتفهم وأيضا المفاهيم التي تعمل وتشتغل ضمنه. المسألة الأخرى أنه دماغيا أو يعني كدماغ أو العقل في حالة أكشن أو في حالة العمل، أو نسمي يعني دماغ هو آلة ضخمة لتنظيم العلاقات والاستنتاج والاستنباط، يعني مجموعة هائلة من المليارات العمليات الخوارزميات التي تجري لحظيا. هذا الدماغ الذي نسميه العقل في حالة العمل، هذا الدماغ هو يجعلنا نميل دائما للتفكير بطريقة انحيازية وبراغماتية جدا. مثلا عندما نفرق بين ما هو طيب ومر، لذيذ ويعني حلو ومالح، بين ما هو حسن وقبيح، بين ما هو صحيح وخطأ، احنا في هذه الحالة سنصدر حكما تفضيليا. هذا الحكم الفوري هدفه دائما أن يكون يقدم لنا فائدة أو جدوى مما نقرره. بعد ذلك عندما نصدر هذا الحكم نتوغل في أبعد في هذا السياق، هذا السياق الثنائي بين التفضيل الحالة الأولى على الحالة المعاكسة لها. لكن هذا الاتجاه هو اتجاه متحيز ضمن ماذا؟ ضمن سياق عام أو سياق واحد ينطوي على أكثر من احتمال في الوقت نفسه. معنى أن هنالك على يديك شيئين، هنالك سياق أو فضاء يلف هذين الحالتين، هاتين الحالتين. فالسؤال يبقى، ما هو هذا السياق أو هذا الفضاء الذي يحيط بهذه هذه الحالات المتصارعة؟ مثلا حتى أوضح أكثر، نفرض هنالك سياق أسميه أو نسق أو فضاء الإيمان، وهذا فضاء الإيمان مجرد وجوده أو نشأته راح يفرز هنالك شيئين، الأول اسمه الإيمان والثاني أو المؤمن، والثاني نسميه الملحد أو اللامتدين أو الغير المؤمن. هذا معناه ماذا؟ ما معناه هذا؟ معناه أن هنالك، عندما قلنا هنالك فضاء اسمه فضاء الإيمان، لابد أن يفرز في داخله درجات، هناك راح تصير معيارية لدرجات الإيمان. الدرجة القصوى المعاكسة للإيمان نفسه، والدرجة القصوى التي تحدد الإيمان الكامل. راح له بعده وشو والله ما اعرف. اي ان حتى كمل الكلام، هناك كما قلت مؤمن وغير مؤمن او ملحد. هذا معناه ان هذه الافرازات بإفراز المؤمن الأقصى وغير المؤمن الأقصى أو الملحد الكامل، هذا معناه أنهما نتيجة طبيعية لفعل السياق نفسه الذي جرى وضعه مسبقا. قبل هذا، قبل افتراض هذا السياق، لم يكن هنالك سياق أو لم يكن هنالك موضوع أو مفهوم يسمى الإيمان، أي أن السياق دائما يكون سابق على التعارضات التي توجد بسببه. هنا ماذا نكتشف؟ نكتشف أن الصراع بين أنصار الطرفين هو على السياق بحد ذاته، وعلى أيضا على من يمتلك أحد جانبيه الأقصيين أو يدعي امتلاك هذا الجانب. يبدو أيضا أن من شروط أي سياق أو نسق تأجيج صراع بين مؤيدين، أو نشوف صراع بين مؤيدين ومعارضين لاحتمالات هذا السياق المتعددة أو هذا المفهوم المتعددة. وبشكل يبدو وكأن هذا الصراع هو النتيجة المطلوبة من اختراعه أصلا،
هنا يصبح الإيمان على سبيل المثال أو الكفر هو هما وجهان لفكرة وقيمة واحدة تقريبا أو وضعية واحدة تقريبا. فحتى يصبح غير المؤمن يصبح مؤمنا بأنه غير مؤمن، يعني حتى لو أنا رفضت فكرة الإيمان فأنا سأكون مؤمنا بعدم إيماني، أي أنه ماذا يفعل؟ يفعل يستعير من السياق نفسه صفته التي تبرر وجوده ضمن السياق نفسه، أي أنه لم يأتي بشيء من الخارج لكي يقول أن هذا السياق أنا غير متورط فيه. وهذا هو اللي يخلينا متصارعين على مدى آلاف السنين على قضايا دينية خلافية لن تحسم على الإطلاق في أي لحظة من اللحظات إلا عندما تخرج خارجها وتطبق منهجا كما نفترض منهج العلمي التجريبي الواضح الذي يدرس الواقع بعيدا عن الدخول في قضايا مفهومية. هذا يؤدي كما قلت هذا داخل الفضاء السياق أو النسق أو الفضاء الحيوي للفكرة أو المفهوم، هذا يؤدي إلى وجود أنماط متعددة من العلاقات المتداخلة والمتفاعلة بين جميع هذه المفاهيم الداخلية. طبعا هو كيف ممكن لابد من وجود علاقات، وهذه العلاقات متصادمة بطبيعتها ومتداخلة، سواء متداخلة بشكل سلبي أو بشكل إيجابي، سواء يعني بسبب هذه العلاقات التصادمة راح تنخلق أمواج أو مذاهب أو توجهات وأفكار، بعضها يتجه نحو الإلحاد الأكبر إذا افترضنا قضية النسق الإيماني إلى الإيمان الأكبر، فيبقى راح يتشكل بعد ذلك فضاء حيوي أو مناخ ثقافي تعيش داخله، يعيش داخله إنسان منفرد أو جماعة بشرية ضخمة. وهذا الأمر ينطبق ليس على موضوعات الإيمان، موضوعات الدين، مواضيع كثيرة جدا، يعني أي موضوع أي مفهوم ممكن نفكر به بهاي الطريقة. هذا اللي يخلي نمط العلاقات المتداخلة راح يعقد المواقف بعد ذلك، وخاصة إذا دخلت بها عوامل الزمن والظرف وأيضا تنوع خلفيات المشاركين في هذا الفضاء وهذا النسق. لكن الصفة الأبرز دائما أو الأهم هي أن التناقض بين جميع هذه التناقضات هو شكلي وليس تناقض جوهري، أي أنه كما قلت هو السياق نفسه، السياق المفهوم هو نفسه، هو موجود الإيمان إيمان، لكن إحنا ماذا نفعل؟ نفترض بأنه هذا السياق عدم الإيمان هو ليس ضمن الإيمان، هو شيء خارج لكنه بالحقيقة هو جزء رئيسي منه، بالتالي فإحنا باقين إحنا بجوهر التناقض هو موجود داخل الإيمان نفسه. الإيمان وعدم الإيمان هما كلاهما ينتسبان إلى الجوهر الإيماني نفسه، بالتالي يصبح التناقض هو شكلي وليس ظاهري وليس جوهري. حتى وهذا يخلي دائما يبدو أن الناس المتصارعين يبدون وكأنهم يخوضون صراع يعني لا واعي فيما بينهم من أجل قضايا لا تستحق أي خلاف، وهذا يفسرنا لماذا نجد أن شعوب أو جماعات تتقاتل على مدى مئات السنين، هو عندما تأتي على السبب تجد أن الأسباب تافهة جدا، مثل قضية إحنا من أيام السقيفة الشعوب العربية الإسلامية تتقاتل على موضوع هي لا تستحق أي خلاف أنه موضوع الحكم مثلا، وهي خلص نتفق على الموضوع ينتهي الموضوع، لكنها ليس هكذا. فبالتالي نشوف أنه يعني الخلافات تتحول على مفاهيم وأشياء وترتقي من خلاف الجسدي الحيوي إلى الخلاف يعني المادي الواقعي إلى الخلافات المفهومية الفكرية أو الدينية. هذا معناه ماذا نستنتج من كل هذا؟ نستنتج بأننا دائما بحاجة لفهم الظاهرة نفسها ومعرفة طبيعتها وتطورها، لكن مع هذا يعني الأمر مو بهاي السهولة، والسبب هو أن حالة اللاوعي العامة تصيب جميع المتصارعين إلى درجة أنه تصبح حتى محاولة أي فهم لما يجري مجرد حلم طوباوي، حتى إذا مثلا واحد من يقول يا عالم الموضوع مو هكذا، يجب تعالوا نفهم الموضوع بطريقة علمية، نخرج من ذواتنا قدر المستطاع ونحاول أن
ننظر إلى السياق الذي تتصارعون من أجله. هذا مو أكيد يسخرون مني، بدليل أنه كثير منا يسخرون مني ويقولون أنت لا تفهم ما يجري. بالحقيقة هم الذين لا يفهمون ما يجري، لأنهم مندرجين ضمن الحالة ويعتقدون بأن الفهم مسألة ليست هي يعتقدون أنهم فاهم يفهمون، لكنهم لا يفهمون إلا الصراعات التي تدور فيما بينهم، لكنهم لا يرون ولا يشعرون بالنسق الذي تنبع هذه الصراعات بأكملها منه أو من أمواجه وطبيعته الخاصة. بالتالي هذا طبعا هم يعني دائما من الشخص من أمثالي أو شخص يقول يدعو إلى فهم السياقات والأنساق التي تحرك كل شيء، هو هؤلاء يفكرون بأن أنت شخص مضر وقد تؤدي تدمر كل شيء، وبالتالي قد يسحقوك أو يحملوك أو يحاربوك بطريقة أو بأخرى، ويتفقون على محاربتك بالمناسبة. لهذا نشوف أحيانا أنه رجال الدين المسيحيين مثلا يتفقون مع المسلمين رغم خلافاتهم التي لا تحصى، أيضا المذاهب المختلفة السنة مع الشيعة. وتجد مثلا موضوع كل معظم الأديان التوحيدية ضد نظرية داروين، فهو لماذا؟ لأن داروين ضد السياق، تدمر السياق بأكمله. فهذا حتى مثل صارخ على موضوعية موضوع السياق، وهذا يدل على أنهم كلهم يتصارعون في محيط المفهوم الديني نفسه. هذا ماذا يؤكد؟ يؤكد بأنه يعني طبعا أشير قضية مهمة، أنه مسألة الانحياز لابد أن نفهم بأنه لا يمكن إنسان أن يكون غير منحاز، لأنه جزء من طبيعتنا، بل هو مسألة حيوية، أنه أنت لا تستطيع أن تكون غير منحاز نهائيا، لابد أن تستند. الانحياز هو ما هو عندما حتى هندسيا إذا نفكر به أو مكانيا، هو الانحياز أن تتكئ على شيء، أنه لا تستطيع أن تبقى معلقا في الفضاء، لابد أن تتكى على شيء، وحين تتكى على هذا الشيء أنت بالضرورة تستند إليه، بالضرورة أنت ستكون معتمدا عليه وتنطلق من خلاله. أي أن هذا الشيء، أو أنا أسميها التثبيت، هذا التثبيت هو الذي يجبرك على أن تنحاز أو تتخذ طريقا محددا في التفكير، ومن خلاله تستطيع رؤية الآخرين والتعامل معهم، وإلا فلن تستطيع أن تكون حرا مطلقا. وهو هذا اللي يخلينا دائما كائنات منحازة، وتخلق أنماط وأنساق تولد صراعات لا نهاية لها. العلم هو الحل الوحيد لهذه المشكلة، الذي يجعل الجميع هو يحكم الجميع، العلاقات التي تحدث فيما بيننا، ويراقب الأنساق التي تتشكل فيما بيننا، وعوامل التثبيت التي نحاول أن نخترعها دائما. الإنسان بطبيعته كائن تثبيتي، أنا أسميه دائما يخترع ثوابت، وهذه الثوابت هي التي تجعله يشعر بالحياة ويشعر بأنه يتحرك، لابد أن تكون عندك يعني مرجعيات ثابتة تتحرك من أجلها. حتى الرجال الدين يسموهم المرجعيات الدينية، هذه التسمية ليست اعتباطا، تدل على مفهوم أو نظرية التثبيت اللي أنا أشتغل عليها، وأعتبر أنه كل إنسان هو بالضرورة كائن تثبيتي، وأيضا الجماعات تحاول أن تثبت فكرة محددة وتدور حولها. فكرة الجماعة بحد ذاتها فكرة تثبيتية، فكرة القطيع البشري، القطيع الحيواني، هي فكرة تثبيتية، أن كل يتحركون ضمن اتجاه محدد، ويصير هو الفكرة المثبتة هي التي تحدد المنطقة الفاصلة بين من هو ثبت، من قام بالتثبيت، وكل شيء عدا. أنت يصبح العالم جزءان، الجزء الذي قمت بتثبيته هو الجزء، وقسم الثاني هو قسم العالم بأكمله الآخر. مثل مسلم يقول لك أنا مسلم، كل شيء عدا هو غير مسلم، فصارت عنده مسألة واضحة عنده، يعني لا تقبل الجدل. أنا عراقي، كل ما عدا هو غير عراقي إلا واحد عراقي، إذن أنا من جماعتي. وهكذا أنت تشعر بالتثبيت، بعد ذلك تستطيع التفكير، وإلا لا تستطيع التفكير. وهكذا كل الأشياء تقريبا. قلت أنه الانحياز لا يمكن، أن كان المنحاز لا يمكن أن نقضي على هاي فكرة الانحياز، ولكن الإنسان بات قادرا كما قلت على فهم الظواهر التي تجري فيه أو حوله، أو حتى مصدر هذه الظواهر. وسببه أنه إحنا
احنا بدأنا نعيش في وسط يحثنا على الفهم، لكن مو في كل مكان. بالدول الغربية وصلنا يعني الأوساط الاجتماعية والبشرية بدأت يعني كلها تحث على الفهم، وليس القضاء على أي فهم كما يجري لدينا بالشعوب العربية والإسلامية. هاي المجتمعات الشمولية دائما تتطير من أي محاولة للفهم، وتقاتل وتحارب كل من يحاول أن يخرجوا كما يقولون خارج السرب أو يدعي ما يدعيه. هذا ماذا يؤكد؟ يؤكد يعني خلال القرن كامل مضى بدأت محاولات لفهم الفهم، وأولا بدأت محاولات تأويلية الهرمونيوتيكا، خاصة بدأت تتخذ مبحث منفصل ومستقل عن مباحث الفلسفة الأخرى تقريبا، يعني المباحث الفلسفة الأخرى الأنطولوجية معروفة والأكسيومية والقيم. هذه كلها المباحث الثلاثة، المبحث الجديد هو مبحث الهرمونيوتيكا، لكن هو محسوب على المباحث الثلاثة ضمن المباحث الثلاثة القديمة، لكن الهرمونيوتيكا بدأت تتخذ شكلا آخر لأنها تحاول أن تؤسس لفهم الفهم أو تجد آليات الفهم البشرية. وهناك نظريات يعني كبيرة جدا، خاصة لجادامير اللي توفى سنة 2002، اللي ولد سنة 1900، توفى عن عمر قرن كامل تقريبا. هو من طرح نظريته بالفهم، نظرية كبيرة، وراح أقدمها واستعرضها يعني في فترة قادمة. القضية وين صارت؟ أنه أهمية المناطق في ماذا؟ هي أنه يصبح أن هدف تأويل الإنسان هو ليس أن تفهم ما يجري فقط، بل أن تفهم كيف تفهم. وهذا يخلصنا من هذه الانحيازات والصراعات بين الأقطاب المتصارعة دائما عبر التاريخ بين البشر والمفاهيمهم وتصوراتهم. فبالتالي احنا يعني احنا بعدنا مرحلة الفهم احنا رافضينها تقريبا، لكن فكيف وصولنا إلى مرحلة فهم الفهم؟ هذا يعني خاصة أيضا إذا ما عرفنا بأنه كل شيء تقريبا في تاريخنا ما كان هدف الفهم نفسه، فلنا أن نعرف مدى السوء الذي نحن فيه، خاصة فيما يتعلق في قضايا الدين. الدين خاصة ماذا يدعي؟ بالمناسبة يدعي بأنه يفهم كل شيء، وأنه قدم الأجوبة على كل شيء، وأن مسألة الفهم محسومة ومحلولة. لكن الدين صحيح هو يقدم أجوبة كبيرة وكامل كلية كما يدعي، وبالتالي هو يدعي الفهم النهائي، لكن غايته ليست الفهم. الفهم هو أداة من أدوات الدين لجعل الجميع يفهمون ماذا يفهمون ما فهمه هو، أي أن هنالك سلطة دينية تريد أن تجير الجميع لفهمها الخاص. إذن هذا الفهم الذي وضعته هو وضعته لمصالحها وضمن مفاهيمها الخاصة، وليس لهدف الفهم. لكنها عندما تحاول أن تدافع عن هذا الفهم تقول أن هذا هو الفهم الصحيح، لكنه ليس الوحيد ولا تستطيع ادعاء هذا. هي تقول هذا، ويبدأ الصراع دائما أنه احنا فهمنا، أنتم لم تفهموا الدين فهما صحيحا ودقيقا، ويدعون أن هنالك فهم صحيح كامل للنصوص التي وضعوها، لكن بالحقيقة هم ليس لا يهدفون ولا يطمحون إلى أي فهم. هذه طبعا تعبر عن نرجسية الدين وأنانيته، وهي أنانية القطيع بالمناسبة. يعني هو الدين هو القطيع، أدي محاضرات في هذا المجال، وهي أسباب، هو أسباب مشروعة بالمناسبة، يعني ليست نقد للدين، لكن هو الدين تاريخيا هو لابد أن يكون لديه هذه النرجسية، وإلا لن تستمر الجماعة ولن تتواصل ولن تنجح في البقاء. والأديان التي نجحت في قيادة أو تأسيس قطيع جيد أو جماعة مؤمنين متماسكة ومتعاونة فيما بينها هي الجماعة، هي الأديان التي نجحت في البقاء. أكو آلاف الأديان التي انهارت ولم يعد لها أي ذكر إلا ما ندر، يعني بعض الأديان بقيت جماعات قليلة تنتسب لها. هذا هو سبب شنو؟ يعني أنه كما قلت هو أنه يعزز فهم محدد ويرغم الجميع على هذا الفهم.
وطبعا الدين نجح في هالمسألة، يسوى بسيط جدا، ويدعون أنه هنالك آلاف والملايين يعتنقون الدين المسيحي أو الإسلامي أو كذا، ومئات الملايين. هو لسبب بسيط، لأنه هو يعني أنت حدد فهم وحل بسيط، قدم حل بسيط، قل هي الحياة هي كذا، أكو الله وفي هنالك هذه الدنيا نعيش فيها ونطيع بها الله ونعبده، وبعد ذلك نموت ونعود إلى الآخرة أو شيء من هذا القبيل. يعني نسوي لكم قصة مقنعة، فأنت الإنسان يرتاح على هذه القصة، ومن يرفض هذه القصة تفرض عليه رغم أنفه، وإلا سيحرم ويطرد من الجماعة الدينية أو القطيع الديني. وهذا هو اللي خلى الدين ناجح طوال حقب التاريخ.